دكتور سعد الدين ابراهيم، الحقيقه يعني عاوز انتقل الى خطوه اخرى. الى بالامس كنت في تركيا الحمد لله بسلامتك، لسه جاي النهارده. نعم. وهناك اجريت حوارا مع قناه اسمها قناه الشرق. نعم. وجاء فيها بعض الذي نقل عنها مما اغضب المصريين تحديدا، وابدا قيل انك قلت الدوله مارست ضغوط على القضاء لاصدار احكام الاعدام. فهل ايه القصه اولا؟ يعني هل كنت تعرف؟ لا يعني اولا انا فوجئت بان هذه القناه هي قناه ذات تعاطف اخواني ان لم تكن واجهه للاخوان المسلمين. لم اكتشف ذلك الا وانا هناك، يعني انا ذهبت بحسن نيه. اكتشفت ده امتى؟ هنا في مصر؟ هناك. لا هناك. هناك قبل ولا بعد؟ لا وانا هناك من اسئله وانت في القناه وانت في الاستوديو من اسئله المحاور. ولذلك قلت له انت يعني من الخلايا النائمه للاخوان المسلمين. قلت له ده على الهواء. على الهواء. ولنا يعني مشكلتي طبعا ان انا صريح والكلام اللي في قلبي بقوله على لساني. قلت له هذا الكلام فأقسم ثلاثة بالثلاثة، أن أقسم بالله، أقسم بالله العلي العظيم أنني لست إخوانيا. قلت له طيب خلاص ما دام أقسمت فالبينة بقى على من ادعى يعني. فدي كان جزء. طب ليه ما كنتش حريص في كلامك يا دكتور طالما عرفت إن هم يعني إخوانيين شوية؟ لا يعني أنا يعني الكلام اللي أنت قلت كده فعلا، الدولة مارست ضغوطا على القضاء لإصدار أحكام إعدام. قلت كده. طب وده صح يا دكتور؟ الدولة مارست ضغوط؟ لا انا ما اعرفش، انا قلت لا اعلم يقينا. انما لا استبعد ان يكون ذلك قد حدث.